بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبناء الطلبة وأخواني الطلبة. نقوم بحل هذا التمرين الشامل في المتتاليات، المرفقة بالدوال. إذا نبدأ على بركة الله. قال إلي المتتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي، يعني لما يقول من كل أجل عدد طبيعي يعني تبدأ من الصفر، يعني تبدأ إلي من إلي صفر بحدها العام. لاحظوا هذا هو حد العام للمتتالية التي أعطيت لنا. قال السؤال الأول: أدرس اتجاه تغير دالة اش. لاحظوا جيدا، أدرس اتجاه تغير دالة اش على المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية. إذا نبدأ نقول دراسة اتجاه تغير الدالة اش. إذا نبدأ ماذا نقول؟ دراسة التغير يعني نبدأ بالمشتقة مباشرة. المشتقة هي كما التالي: إذا اش فتحة لإكس تساوي ماذا؟ تعلمون أن مشتق الدالة هكذا، مشتق الدالة الأسية إذا كانت عندكم هك تساوي اف فتحة في أسية اف. يعني هذه العبارة لا تتغير، إنما إلا مشتق الذي موجود في الأس. يعني لما نشتق 3x تعطي لنا 3، والاثنان لما نشتقه تعطي لنا 0، تصبح هكذا في 3x ناقص 2. لو تلاحظون وأنتم تعلمون أن الأسية مهما كانت هنا، الأسية مهما كانت في هذا المكان فهي كيف هي؟ هي موجبة، والعدد هذا الذي مضروب فيها هو عدد موجب. الأسية حتى ولو كانت هكذا هذه قيمة موجبة مهما كان، إلا إذا سبقت هنا بعدد سالب، إذا تصبح هكذا. يعني نقول الدالة، اش متزايدة تماما على المجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية هكذا. ثم ماذا قال؟ قال استنتج إشارة تغير متتالية إلي. نقول استنتاج إشارة المتتالية إلي أن، بين قوسين لأنها متتالية. أبنائي عليكم بالتركيز معي فقط. لاحظوا درسنا خلال التمارين السابقة أنه فيها في صنف من المتتاليات، درسنا فيه متتاليات كانت تعطى لنا هكذا اف، لاحظوا اف لإلي أن، وهذه لو تلاحظونها جيدا هي مكتوبة اف لان. لاحظوا هنا نقول أسية 3n ناقص 2، اما هذه الصنف اللي هو يعطينا أسية 3e لان ناقص 2، هل هي مكتوبة من هذا الصنف؟ لا، يعني في مكان الاكس يوضع e لان، اما هنا في مكان الاكس يوضع n، وفرق شاسع بين هذه العبارات. هذا آن هو عدد طبيعي 5 3 4، لا يوجد فيه جذر ولا ناقص ولا أي شيء. أما كلمة الإلي آن هو عدد حقيقي، والحقيقي يمكن أن يكون فيه الجذر، يمكن فيه يكون فيه الناقص، يمكن فيه الكسور. إذا هذا اختلاف كبير بين العبارتين. المتغير هنا آن، ها هو أمامكم، ها هو أمامكم الآن. أما هنا المتغير هو إلي آن، هذه لا يوجد لها، هذه العبارة من هذا النوع لا يوجد لها علاقة بتغير الدالة، لا يوجد لها علاقة. لا يعني إذا كانت الدالة متزايدة أن هذه المتتالية اللي هي إي لي آن تكون متزايدة، لا. أما هذا الصنف الذي هو موجود هو عندنا هنا في التمرين، أشرحه بالتفصيل هكذا حتى لا تختلط عليكم الأمور، فهي متغيرة، المتغير هو آن يعني عدد طبيعي. كيف لما تكون المتغير هو عدد طبيعي فإن الدالة والمتتالية كلهما نفس التغير. يعني هنا ماذا نقول؟ استنتج اتجاه تغير، وحتى سؤال جاء بيستنتج اتجاه تغير المتتالية إلى، نقول المتتالية إلي أن كيف هي؟ هي تشبه الدالة في كل شيء، في النهايات
وفي التغيرات وفي القيم وفي كل شيء. إذن نقول أن المتتالية إلي أن كيف هي؟ متزايدة تماما، لأنها لاحظوا في مكان الإكس، هنا في مكان الإكس وضع آن فقط، لاحظوا ها هو آن وها هو إكس، يعني نفس فهم 100%، هذا لا تختلط عليكم الأمور. الآن نبدأ، ننطلق إلى السؤال. إذا قلت نقول أن المتتالية إلي آن متزايدة تماما. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد، برهن أن المتتالية إلي آن التي أعطيت لنا ها هي أنها متتالية هندسية. إذا نقول البرهان أن إلي آن متتالية هندسية. نقول على المتتالية هندسية أبنائي هي الشرط الأول عليكم ب حفظه، هي في لي آن، عفوا هنا أولي آن ليس في لي آن، أولي آن زائد واحد تساوينا أولي آن في كي، هكذا. يعني ننطلق من هذه الجهة ونصل إلى إلي آن التي هي ها هي أمامكم، هذه العبارة مضروبة في عدد، هذا العدد يمكن أن يكون حقيقي أو طبيعي لا يهم. ننطلق، إذا نقول إلي، لاحظوا إلي آن زائد واحد تساوي، انتبهوا معي أبنائي كيف نعمل، لاحظوا هنا قال إلي آن زائد واحد، يعني أضاف هنا الزائد واحد، هنا كذلك عليكم أن تضيفوا الزائد واحد. ما معناها؟ ما معناها بكل بساطة، معنى تصبح كذا إلي أسيت ثلاثة في مكان الآن، نضع آن زائد واحد مثل ما وضعنا هنا، ناقص اثنان، لاحظوا هذا التغيير هذا نفسه، نكمل هنا، تابعوا ماذا تصبح، ننشر، تصبح أسيت ثلاثة آن زائد ثلاثة ناقص اثنان. أرجوكم هنا لا تكملوا الحساب، اعذاري وإن أكملت الحساب يعني وجعلتها هنا واحد فستبقى هناك، لا يمكنك أن تصل إلى البرهان، إذا احذر من هذا الشيء، يعني لا تكمل الحساب حتى تصبح لك ثلاثة أن زائد واحد، فتبقى في حلقة مفرغة لا يمكن لك أن تصل إلى الأساس، تابع كيف نكمل، تصبح أسيت ثلاثة أن ناقص ماذا؟ ناقص اثنان زائد ثلاثة، تابع جيدا حتى تفهم بإذن الله. عندنا خاصية ماذا تقول؟ تقول خاصية تقول أسيت أ زائد ب تساوي ماذا؟ تساوي أسيت أ في أسيت ب، بحيث يكون هنا عندك نفس العدد. كذلك هنا إذا هي مكتوبة هكذا، سيمكن أن نفككها، تصبح أسيت ثلاثة آن ناقص اثنان في أسيت ثلاثة. ولو تلاحظوا جيدا وتركزوا معي كيف، لاحظوا جيدا هذه العبارة عبارة ماذا؟ أنا أظن أنها عبارة الإلي آن، أنا أرى أنها، عفوا أنا أرى البرهان أن، أنا أرى أنها عبارة الإلي آن. إذا وتصبح إلي آن زائد واحد تساوينا ماذا؟ تساوينا إلي آن اللي هي وجدناها في أسيت ثلاثة، وها هي ظهرت هذه العبارة، أي ماذا؟ لاحظوا توصلنا إلى الإلي آن مضروب في الأساس، كم؟ الأساس هو الأسية قوة ثلاثة، ومنه ماذا؟ ومنه إلي آن متتالية هندسية أساسها ماذا؟ كي، كم يساوي لنا؟ يساوي الأسية قوة ثلاثة بهذه البساطة. الآن قمت باستخراج، إذا هو الأمر الحاسم الذي لا أريدكم أن تقعوا في الخطأ، إياكم أن تكملوا الحساب هنا فقط، وقوموا بعملية يعني تفكيك الأسس، ستستنتجون مباشرة الأساس بطريقة سريعة جدا. الآن نكمل، قال وحدها ماذا؟ وحدها الأول، أنتم عليكم بكتابة الحل على كل حال، قوموا بتوقيف الفيديو وكتب الحل، وحدها الأول، إذا حدها الأول يعني حدها الأول يعني ماذا؟ يعني إلي صفر. تابعوا أبنائي هنا نستخرج إلي صفر، نقول هكذا إلي صفر، كم أخذ الآن؟ صفر، يعني تصبح أسية ثلاثة في صفر ناقص اثنان، تصبح كم؟ تصبح أسية هذه تعطيكم كم؟ صفر أسية ناقص اثنان. إذا إلي صفر يساوي أسية ناقص اثنان بهذه البساطة. ها قد استخرجنا الأساس إلي صفر، الآن نكمل مع، قال
نضع من أجل كل عدد طبيعي اس ان، أعطي لنا مجموع، قال احسب اس ان بدالة ان. إذا حساب اس ان بدلالة ان. كيف؟ عندنا مجموع متتالية هندسية، ماذا يقول؟ اس ان يساوي، لاحظوا مجموع متتالية هندسية لأن هذه متتالية هندسية، لاحظوا ها هي أمامكم. يقول الحد الأولي في الأساسي، ما هو الأساس هنا؟ وجدناه، قلنا الأساس هو السياق وثلاثة، يصبح الأساس، عفوا الأساس هكذا، قوة ماذا؟ عدد الحدود، عدد الحدود أبنائي هو الدليل الكبير ناقص هذا الصغير، تضيفون واحد دائما، عليكم بإضافة الواحد، وإن لم تضيفوا الواحد ستدفعون الثمن غالية، ناقص واحد على الأساس ناقص واحد. نكمل إذن، تصبح تساوي إي لصفر، ها هي قيمته، سنأتي بها ونضعها هنا، تصبح ماذا؟ تصبح إي ل، عفوا تصبح أسية ناقص اثنان في أسية ثلاثة الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد على الأسية قوة ثلاثة ناقص ماذا؟ ناقص واحد، هكذا بهذه البساطة. الآن يمكن أن نكمل يعني التغيير هنا في هذه المجموع، يعني يصبح اس ان يساوي ماذا؟ يساوي، لو نكمل يعني الحساب وندخل هذه القيمة معهم، تابعوا جيدا ثم نكمل، أسية ناقص اثنان قوة القوة، لاحظوا ها هي قوة، ها هي ثلاثة وقوتها ان، يعني تصبح جدا القوتين. عندنا خاصية ماذا تقول؟ ا أس إكس مثلا، ولا إكس أس أ، الكل إكس بي تساوي أن إكس قوة أ في بي، قوة القوة تساوي جداء القوتين، هذه خاصية. إذا ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، تصبح أسية ثلاثة أن زائد ثلاثة ناقص واحد على أسية ثلاثة لأن هذا هو الأساس ناقص واحد، هذا هو المجموع الذي تحصلنا عليه فقط. جاء السؤال الذي بعده، ماذا قال؟ عين، نترك هذا المجموع لأننا نحتاجه هكذا، إذا قال، عفوا قال عين، إذا نقول تعيين العدد ان، عدد طبيعي هو بالطبع، بحيث يعني علينا أن نجد هذا الان عدد طبيعي، بحيث ماذا؟ بحيث اس ان يساوي أسية ناقص اثنان على واحد ناقص الأسية قوة ثلاثة في واحد ناقص ثمانية على أسية، عفوا على أسية ثمانية عشر. تابعوا، ها هو المجموع عندكم، هذا هو المجموع، كيف نفعل؟ نأتي بالمجموع، هذا المجموع الذي هو هنا في إطار الأخضر، نضعه هنا ونبدأ نحل في المعادلة، لكن عليكم بالتركيز معي جيدا. ماذا يصبح؟ تصبح هكذا، تصبح أسية ناقص اثنان، تابعوا الآن، نعم أسية في هكذا، في أسية ثلاثة آن زائد ثلاثة ناقص واحد على الأسية قوة ثلاثة ناقص واحد، نضعه كم تساوي؟ تساوينا هذا الشيء اللي هو أسية ناقص اثنان على واحد ناقص الأسية قوة ثلاثة، تابعوا فقط، في واحد ناقص الأسية قوة ثمانية عشر. ما هو المجهول في هذه المعادلة؟ أكيد ستقولون هو الآن، لأنه قال في السؤال أن ابحث عن آن، نكمل، إلا أن عليكم بالتركيز معي فقط، نكمل، لاحظوا جيدا، بما أن هنا عملية هي عملية في بين الحدود، مباشرة هذا يذهب وهذا يذهب، هذه أول شيء، يعني أول اختزال تم أنه هذا يذهب وهذا يذهب، ماذا يبقى لديكم؟ تابعوا، تصبح فيكم من يقول لماذا؟ لأن اختزال، مثل المعادلة عندك مثلا هنا تساوي، عندك اثنان إكس
عفوا هنا اثنان اكس هكذا وهنا اكس، تنزع هذا مع هذا ويبقى لك اثنان يساوي واحد، وهذا غير مقبول في الحقيقة الا انه شرحت هكذا فقط يعني في الاصل. تابعوا تصبح ماذا؟ تصبح هنا أسية ثلاثة ان زائد ثلاثة على تابعوا على أسية ثلاثة ناقص واحد تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا واحد، لأن لما تقوم بالاختزال يبقى لا يبقى الصفر، نقول واحد على واحد ناقص أسية قوة ثلاثة في واحد ناقص الأسية قوة ثمانية عشر. تابعوا جيدا، لو نقوم الآن لاحظوا جيدا، لو نقوم الآن بالضرب هنا عفوا هنا ماذا نسيت؟ نسيت نعم ناقص واحد هكذا عفوا. الآن لو نقوم بضرب هذه الجهة، هذه الجهة هنا نضربها في ناقص واحد ونقسم في ناقص واحد، عمل يعني عمل بسيط حتى يتغير فقط، نضرب ونقسم هذا يجوز، في الكسر نضيف هنا شيء لا يجوز، إنما نضرب ونقسم في نفس العدد يجوز. انتبهوا، إذا ماذا تصبح؟ تصبح هكذا لما تنشر تصبح واحد ناقص أسية، يعني يتغير هذا الشيء، يعني يصبح الزائد هنا والناقص هنا، يعني تصبح زائد واحد ناقص أسية ثلاثة آن زائد ماذا؟ زائد ثلاثة على ماذا؟ على واحد ناقص أسية قوة ثلاثة تساوي، إذا قلت لم أفعل شيء، ضربت وقسمت، في واحد على واحد ناقص الأسية قوة ثلاثة في واحد ناقص الأسية قوة ثمانية عشر. تابعوا، بما أن هنا نفس الأساس كذلك يذهب هذا، يذهب مباشرة، أي واحد ناقص الأسية قوة ثلاثة آن زائد ثلاثة تساوي ماذا؟ واحد ناقص الأسية قوة ثمانية عشر. لاحظوا كذلك ماذا يحدث، يذهب هذا مع هذا والناقص مع الناقص يصبح زائد، تصبح الأسية قوة ثلاثة آن زائد ثلاثة يساوينا كم؟ يساوينا الأسية قوة ثمانية عشر. لاحظوا جيدا، بما أن عندنا نفس الأساس هذا، هنا أسية هنا الأسية، أو اثنان اثنان، خمسة خمسة، إكس إكس، فإن الأسس تتساوى، فإن هذا يصبح يساوي هذا، يصبح ماذا؟ يصبح ثلاثة آن زائد ثلاثة تساوي كم؟ ثمانية عشر. هذا يأتي إلى هذا المكان، تصبح ثلاثة آن تساوينا كم؟ ثمانية عشر ناقص ثلاثة تساوينا خمسة عشر، ومنه آن. تابعوا، ها هي بدأت تظهر بوادر النجاح، آن يساوينا خمسة عشر، بما أن ثلاثة آن يعني في بينهم، يذهب إلى المقام ثلاثة يصبح آن كم يساوينا؟ يساوينا أكيد لا تختلفوا عليه، يساوينا خمسة، وهذا خمسة هو إذا، وخمسة هو عدد طبيعي، هو عدد طبيعي، إذا هذه هي قيم الآن، إذا قيم ولا قيمة عفوا، ليس قيم إنما قيمة هي واحدة، قيمة العدد الطبيعي آن هي كم؟ هي خمسة. ما المقصد بخمسة؟ المقصد بخمسة لما لو نضع آن هنا نضعه يساوي خمسة، هكذا نضع آن هنا في هذا المكان يساوي خمسة، أكيد سنجد هذه القيمة بهذه البساطة فقط. ننطلق إلى السؤال الذي جاء بعد، قال نعرف من أجل كل عدد طبيعي آن المتتالية في لي آن تساوي لان إلي آن، ما طبيعة المتتالية؟ ثم عين أساسها وحدها الأولى. الأولى نبدأ أقول طبيعة ألف، طبيعة المتتالية ماذا؟ في لآن. انتبهوا، ما دام قال ما طبيعتها، يا إما حسابية يا إما هندسية، نطبق خطط ونرى. تابعوا، يا إما قلت حسابية يا إما هندسية، نقول في لآن زائد واحد، منها ننطلق، مثل الحسابية تقول في لان زائد واحد يساوي في لان زائد ار، والهندسية شو لاحظوا، الحسابية تقول في لان زائد واحد تساوي في لان زائد ار، والهندسية تقول في لان زائد واحد تساوي في لان في ار. إذا وجدنا هذا الشيء حسابية، وإذا وجدنا هذا الشيء هندسية، هكذا. الآن ننطلق،
إذن تقول ماذا؟ تصبح في لأن زائد واحد ماذا تساوي لنا هنا؟ تساوي لنا لان اي لان زائد واحد، يعني مما ضفنا من هنا ان زائد واحد هنا ان زائد واحد. يعني نكمل هنا تساوي، لأن هذه العلاقة سأترككم لتروا ما طبيعتها فقط. نكمل هنا إذا تساوي، نكمل بل نكمل هنا لأن حتى يكفينا المجال. شكرا. يعني على هذا ماذا نقول؟ نقول هكذا، نقول لان، لاحظوا تصبح ماذا؟ اي لان زائد واحد تصبح لان هكذا، لان اي لان زائد واحد، قلت نضيف هنا الواحد ونضيف هنا الواحد، ماذا تصبح؟ تصبح أسية ثلاثة في، نعم تصبح هكذا قلت، ثلاثة ان زائد واحد ناقص اثنان هكذا، تابعوا، تساوي لنا، نكمل، تساوي ماذا؟ لو تنتبهوا جيدا ماذا تصبح تساوي؟ نكمل معها تصبح لان ماذا؟ قلت نكمل النشر تصبح أسية، ها هي كما تلاحظون، إذا تصبح أسية ثلاثة ان زائد ثلاثة ناقص ماذا؟ ناقص اثنان. نفس الشيء قلت، يعني لا نخلط الأمور، تصبح تساوي لان أسية مثل ما فعلنا في الهندسية، أسية ثلاثة ان ناقص اثنان زائد ماذا؟ زائد ثلاثة هكذا. لا نكمل النشر، لا نكمل الحساب، تصبح تساوي لنا ماذا؟ لان، إذا نكمل، إذا قلت تساوي لنا، لاحظوا جيدا هذا، لاحظوا مثل ما فعلنا في الأول، نقول لوغاريتم لان، تابعوا جيدا في أسية، تابعوا هذه، إذا سنقوم بتفكيك الأسس، يعني تصبح هكذا أسية ثلاثة ان ناقص اثنان في أسية الثلاثة، تابعوا، تصبح تساوي لنا هذه لو تلاحظونها جيدا هي نفسها ماذا؟ هي نفسها إلي ان، ها هي أمامكم، هذه العبارة هي نفسها إلي ان، يعني ماذا يصبح؟ يصبح لنا لان ماذا؟ إلي ان هكذا زائد لان أسية ثلاثة. فيكم لماذا يقول كيف؟ قلت تحدثت من قبل عن لان أ في بي، حيث أ بعدد موجبا، يساوي لان أ زائد لان بي هكذا، تصبح ماذا؟ تابعوا الآن، بدأت تظهر، يظهر كل شيء، ها هو نفسه، إذن ها هو الأ وها هو البي، إلا أن هذا ينزل هنا، تصبح ماذا؟ تصبح لان ماذا؟ لان اي لان هكذا زائد ثلاثة، لأن هذا لما ينزل يصبح ثلاثة في لان الأو، لان الأسية، تعرفون أن لان الأسية كلكم تعرفون أنه هو الواحد، ها هي تصبح تساوي ماذا؟ هذه القيمة، قيمة ماذا؟ تابعوا جيدا، سأريكم نص التمرين، هذه القيمة هي في لان، إذا تصبح هكذا، تصبح في لان زائد واحد تساوي ماذا؟ هذه القيمة قلناها لمن؟ لفي لان، هل ظهرت أنها في كي أو ار أم ظهرت زائد ار؟ ظهرت زائد ماذا؟ زائد ار، اللي هي زائد ثلاثة، وهذه قلناها هي التعريف لمتتالية ماذا؟ متتالية الحسابية، في هندسية زائد حسابية، ومنه في لان متتالية حسابية أساسها، انتبه، أساسها R يساوي ماذا؟ يساوي ثلاثة، إذن هذه متتالية حسابية أساسها كم؟ يساوي ثلاثة. الآن نأتي مع السؤال الذي جاء بعد، ما طبيعتها؟ عين أساسها، قمنا بتعيين أساسها وحدها الأول، نقوم بتعيين حدها الأول بعد من نقوم بالمسح من هنا هكذا، تابعوا، إذا قلنا الآر ظهر هو الثلاثة، أحسب، إذا قال وحدها الأول، إذا تصبح تتبع نفس المتتالية الأخرى، يعني هنا نقول في لي صفر وهنا إي لي صفر، تصبح في لي صفر يساوي لنا لان ماذا؟ لان إي لي صفر،
والإلي صفر نعوضه هنا، لاحظوا تصبح ماذا؟ إلي صفر يصبح أسية، هذه تعطي لكم صفر تصبح أسية ناقص اثنان، يعني تصبح في لي صفر يساوي لنا ماذا؟ لان أسية ناقص اثنان، وهذا له الحق أن ينزل يصبح ناقص اثنان في لان الأسية، ولان الأسية قلت هي قيمة مشهورة هو الواحد، يصبح في لي صفر كم؟ والناقص اثنان. هكذا الآن يعني هنا يوجد ربما سؤال خفي اللي هو عبارة الحد العام، عبارة ماذا؟ عبارة في لي ان، عبارة في لي ان، عبارة في لي ان سنقوم باستخراجها هكذا. إذا نقول لاحظوا في لي، إذا نقول عبارة بالرغم هو لم يطرحها لأننا نحتاجها في المجموع، عبارة في لي ان، لا في لي ان عفوا، في لي ان بدلالة ان. لاحظوا ماذا لدينا، ها هي العلاقة التي موجودة في نص التمرين، ها هي في لي ان يساوي لان اي لي ان، اي لي ان ها هي قيمتها، هي الأسية تساوي لنا لان أسية ثلاثة ان ناقص اثنان، وهذا قلنا في الخصائص لان هذا الأس كله ينزل هنا، تصبح في لي ان تصبح تساوي لنا ثلاثة ان ناقص اثنان في لوغاريتم الأسية، ولوغاريتم الأسية تعرفونها كم؟ هو الواحد، تصبح في لي ان تصبح تساوي لنا ثلاثة ان ناقص اثنان، وهذه متتالية حسابية أساسها العدد المضروب في ان اللي هو ثلاثة، وقد وجبناه ثلاثة ها هو. إذا نكتب هذه العبارة هنا لأن سنحتاجها، في لي ان تساوي لنا ثلاثة ان ناقص اثنان. الآن نأتي إلى السؤال ب، قال احسب المجموع، حساب اس ان فتحة، حساب اس ان فتحة كما تعلمون أن المتتالية متتالية حسابية، حسابية يعني اس ان فتحة يساوي ماذا؟ يساوي في المتتالية الحسابية إليكم هذا القانون، يساوي عدد الحدود، عدد الحدود، عدد الحدود كيف يحسب أبنائي؟ هو دليل الكبير ناقص هذا الصغير، تضيفون دائما زائد واحد في أي متتالية الحسابية أم الهندسية أو متتالية أي متتراجعية، على اثنان عدد الحدود على اثنان في الحد الأول للمجموع اللي هو في لي صفر ها هو، زائد الحد الأخير للمجموع، تصبح اس ان فتحة يساوي هنا كم؟ تصبح ان زائد واحد لأن ان ناقص صفر هو ان زائد واحد، ان زائد واحد على اثنان في الحد في لي صفر، في لي صفر كم وجدناه؟ إذا في لي صفر وجدناه ناقص اثنان، أتتذكرون ذلك؟ تصبح ناقص اثنان زائد في لي ان، ها هي عبارة في لي ان ثلاثة ان ناقص اثنان، تابعوا سنكمل الحساب، هو تمرين رائع أرجوكم تتابعوه 100%، يصبح اس ان فتحة يساوي لنا ان زائد اثنان على اثنان عفوا زائد واحد على اثنان في هذا مع هذا يعطينا ناقص اربعة زائد ثلاثة ان هكذا، وتترك هذه العملية كما تلاحظون، هذا هو المجموع. الآن جاء السؤال الأخير، قال احسب ان، يعني مثل ما قيل في الهندسية احسب ان بحيث يكون اس ان فتحة يساوي كم؟ يساوي 49 هكذا، نقول تعيين ان حيث اس ان فتحة تساوي 49، مباشرة نأتي بهذه العبارة نضعها هنا، تصبح هنا قلت الزائد ليس الناقص، تصبح ان زائد واحد على اثنان في ناقص أربعة زائد ثلاثة أن يساوي ماذا؟ 49. نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين هكذا لأن هذه القيمة هي هكذا في الأصل، تصبح أن زائد واحد في ناقص أربعة زائد ثلاثة أن تساوي هذا في هذا اللي هي كم؟ 98. نكمل الآن النشر هكذا، تصبح ناقص أربعة أن، أنا أنشر هكذا
زائد 3 ان مربع، وعندي هذا مع هذا ناقص 4، وعندي هذا مع هذا زائد 3 ان ناقص 98، نجعلها تساوي الصفر. نرتب القوى تصبح 3 ان مربع، وعندي هذا مع هذا يصبح ناقص ان، نعم، وعندي هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح ناقص 102 يساوي الصفر، لأن 98 ونضيف لها ناقص 4 تصبح 102. هذه هي معادلة من الدرجة، أي معادلة من درجة الثانية. نحسب لها دالتا. سأقوم هنا بالمسح، لقد انتهى دور كل شيء فيها. دالتا يساوينا ب مربع هو ناقص 1 مربع ناقص 4 في أ هو 3، نعم الأ قلنا هو 3، والسي هو ناقص 200 عفوا ناقص 102، تصبح تساوينا الناقص في الناقص تصبح 1، والناقص في الناقص تصبح زائد 12 في ماذا؟ في 102، تصبح تساوينا. نستخرج الآلة، نستخرج الآلة الحاسبة ونقوم بإنجاز هذه العملية. أنتم كذلك استخرجوا الآلة الحاسبة، ونقول 12 في 102 أعطيت لنا 1224 زائد 1 تساوي لنا، نجذر هذه القيمة، إذا قلت 1225 تساوي لنا 35. إذا هذا، إذا جذر هذه القيمة هو 35، يصبح آن واحد يساوي لنا ناقص بي، ها هو البي ناقص، يعني يصبح واحد ناقص جذر دالتا على 2 أ هو 3، تصبح كم؟ تصبح ناقص 34 على 6، وهذا العدد لا ينتمي إلى الأعداد الطبيعية، إذا مرفوض. كيف عرفت؟ لأنه سالب. نأتي إلى آن 2 يساوي 1 زائد 35 على هذا اللي هو زائد 6 على 6، تصبح 36 على 6، وتصبح لنا آن يساوي كم؟ 6. إذا آن يساوي 6، هذا هو الحل. إذا قيمة آن هي 6، يعني لو نضع هنا في المجموع، هنا نضع 6 في تلك المجموع الذي قمنا بحسابه، سنجد كم؟ 49. هكذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وأتمنى أن يعجبكم الحل، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم دائما جديدنا، وجزاكم الله خيرا على حسن الانتباه. شكرا.